تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة لبرنامج منشيت الصحافة، والتي نخصصها للحديث عن الذكرى السنوية الخامسة لتسمية الأمم المتحدة للكويت مركزا للعمل الإنساني وحضرة صاحب السمو قائدا للعمل الإنساني. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الصحفي البرلماني رشيد الفهم. أرحب بك معنا أستاذ رشيد في هذه الحلقة. أهلا وسهلا. أهلا بك. ومشاهدينا نبدأ بأبرز ما تناولته الصحافة المحلية بعد هذا الفاصل. نستهل جولتنا بهذا المنشيت من غلاف صحيفة السياسة. سمو الأمير يستكمل فحوصاته الطبية ويؤجل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. صحيفة الوسط عنونت العالم يحتفي بصباح الأحمد، وفي تفاصيل الخبر قالت الوسط أنه بكل فخر واعتزاز ورفعة يحتفي الكويتيون اليوم بالذكرى الخامسة لتكريم الأمم المتحدة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتسميته قائدا للعمل الإنساني والكويت مركزا للعمل الإنساني في إنجاز مستحق رسخ مكانة الكويت عاليا في أعرق المحافل الدولية. وهذا الإنجاز الفريد من نوعه والذي أسس دعائمه سمو أمير البلاد يتوج المسيرة الطويلة للعمل الإنساني والخيري والذي عرف عن الكويت منذ القدم. وها هي الكويت تستذكر هذه اللحظات التاريخية وتقطف ثمار ما زرعته من عمل إنساني حافل، إذ يأتي هذا التكريم الأممي الأبرز من نوعه تقديرا وعرفانا بالدور المهم الذي انتهجته البلاد وسمو الأمير في دعم مسيرة العمل الإنساني والخيري، وامتدت أيديها البيضاء إلى العديد من دول العالم المحتاجة للمساعدة، وتمكنت البلاد من خلال سياستها المعززة للقيم والمبادئ والأدوار الإنسانية وبتوجيهات من سمو الأمير من إبهار الأسرة الدولية والمنظمات المتخصصة بالعمل الإنساني، إذ بادرت الأمم المتحدة في 9 سبتمبر 2014 بتنظيم احتفالية تكريما غير مسبوقة بمناسبة تسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني وسمو الأمير قائدا للعمل الإنساني. ونبدأ معك بهذا الخبر أستاذ رشيد. المنسق المقيم للأمم المتحدة بالأمس السيد طارق الشيخ، ويعتبر أيضا ممثل الأمين العام في الكويت، يثمن دور الكويت في العمل الإنساني. يتزامن ذلك أيضا مع الذكرى الخامسة لتسمية الأمم المتحدة للكويت مركزا للعمل الإنساني وحضرة صاحب السمو قائدا للعمل الإنساني. كيف تقرأ هذا التثمين؟ طبعا هذا يأتي تأكيدا على دور الكويت الدائم والريادي في ما يخص العمل الإنساني، وهو أيضا تأكيد على ديمومة مسيرة دولة الكويت، وتأكيد على أن أرض السلام وأرض الصداقة دولة الكويت دائما ما تكون سباقة في الأمور المختصة في العمل الإنساني والأمور المختصة في حياة الشعوب ومساعدة الدول المانحة وإلى آخره. الكويت بدأت من عام 1911 تحديدا عملها الإنساني نحو الدول المحيطة بها. مدرسة المباركية التي تأسست عام 1911 نرى لها صرح جامعي كبير في السودان على سبيل المثال. نرى أن هناك الكثير من الجامعات التي هي امتداد للعمل الإنساني وللعمل يعني الخيري بشكل عام في الصومال على سبيل المثال، وهو امتداد للمدرسة المباركية التي بنيت في الكويت عام 1911. الكويت يعني خصصت ما يقارب 3% من مدخولها اليومي للمساعدات الإنسانية. الكويت يعني تشكل ما يقارب 8% من أصل مساعدات لدول العالم. الكويت من أن حصلت على رقم يعني 111 كعضو في الأمم المتحدة، وهي دائما سباقة في الدول المانحة. الكويت حملت راية العمل الإنساني، لذلك ليس بالغريب أن يأتي يعني تكريم لصاحب السمو تحديدا، وللكويت بشكل عام أن تكون مركز للعمل الإنساني ومركز المساعدات الإنسانية. نعم. في صحيفة الرأي نقرأ هذه العناوين: سمو الأمير تكريم الكويت المستحق من منظمة الأمم المتحدة، تجسيد جلي لريادتها في العمل الإنساني وإغاثة المنكوبين، تلقى تهاني نائب الأمير والغانم وسالم العلي وناصر المحمد وجابر المبارك في الذكرى الخامسة للتكريم الأممي. يعني حضرة صاحب السمو يعني في كل لقاءاته يركز دائما على السير في نهج العمل الإنساني، كيف تقرأ ذلك أيضا؟ أكيد بلا شك صاحب السمو حفظه الله منذ كان وزير الخارجية كان دائما ما يكرر على ضرورة أن تتكاتف الشعوب من أجل
مناصرة ومساعدة المحتاجين منذ أن كان يعني تحديدا. أنا أستذكر يعني عام 1979 في تصريح صحفي قرأته في أحد الصحف، يعني أستذكر الحرب التي كانت في اليمن تحديدا، وكيف كان لصاحب السمو أبان تولي وزارة الخارجية تصريح صحفي أن هناك حرب إنسانية لابد من أن يعني نتكاتف من أجل أن يعني نساعد الشعب اليمني ويعني ومنكوبي الشعب اليمني. فلذلك هو ديمومة صاحب السمو الأمير حفظه الله أن يكون العمل الإنساني هو باكورة أعماله وعنوانه العريض وخطواته المتألقة دائما في هذا المجال. دائما خطبه في الأمم المتحدة تؤكد على العمل الإنساني، دائما تكون يعني مناسباته يؤكد على العمل الإنساني ومناصرة الشعوب ومساعدة المحتاج. صاحب السمو دعا في أكثر من مناسبة إلى مؤتمر للمانحين، كان المؤتمر الذي حصل لسوريا 3 مؤتمرات متتالية، كان هناك أعلى يعني مؤتمر للمانحين وأعلى قيمة للمؤتمر للمانحين، مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق بالضبط أيضا. بالضبط، وأيضا مؤتمر الكويت لإعمار العراق كان هناك ما يقارب 6 مليار يعني دولار، وهو مبلغ أو قيمة كبيرة جدا تؤكد أن صاحب السمو دائما ما يكون حامل لراية يعني مساعدة الشعوب والنهوض فيها. نعم، يعني إذا ما لاحظت هناك تفاعل شعبي، تفاعل رسمي بالاحتفاء بهذه المناسبة وتثمين أيضا من الشعب الكويتي لذلك، كيف تعلق على مدى التفاعل حول هذه الاحتفالية أو هذه المناسبة؟ طبعا يؤكد على ديمومة هذا المجتمع، يؤكد على ديمومة دولة الكويت كما ذكرت، في أن دائما ما يكون يعني طابعها الخاص هو العمل الإنساني. فلذلك مثل هذا الاحتفال يؤكد على أواصل اهتمام دولة الكويت وشعبها فيما يخص الأعمال الإنسانية. الكويت لديها ما يقارب أكثر من 27 يعني جهة خيرية تساعد دول العالم وتساعد المنكوبين. الكويت لديها الهلال الأحمر والذي هو معروف دائما مساعداته لأقصى دول العالم والنهوض في الشعوب ومساعدة المنكوبين. الكويت يعني لديها جمعيات خيرية رائدة، لديها جمعية انشئت عام 1948 وهي جمعية إرشاد آنذاك وهي جمعية إصلاح الآن. نعم. كل تلك الأمور تؤكد أن الشعب الكويتي والمجتمع الكويتي ودولة الكويت. دعني في يعني كون أنك تحدثت عن الجمعيات النفع العام وعن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، دعنا أيضا نركز على موضوع الفرق التطوعية، هو أيضا يعني موضوع مهم ومنتشر أيضا في الكويت، وهناك عدد كبير من الشباب الكويتي يؤمن بالعمل الإنساني. والدليل أن الأمم المتحدة وضعت يوم في السنة يكون هناك احتفال للفرق التطوعية في دولة الكويت وهو في نوفمبر، وهذا يؤكد يعني ما ذكرت سلفا من أن الكويت جبلت على العمل الإنساني وجبلت على مساعدة الشعوب. نعم. في خبر آخر، أمير الدبلوماسية حامل للواء حل الخلافات العربية، تحت هذا المنشد كتبت صحيفة الجريدة أن اهتمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالسياسة الخارجية برز منذ عام 1963 حتى سمي بأبي الدبلوماسية، ورسخ سموه مدرسة الكويت الدبلوماسية القائمة على المعادلة الذهبية الدبلوماسية السياسية والاقتصادية والإنسانية، علاوة على دور سموه في الوساطات لحل الخلافات. وأشارت إلى أنه غداة الاحتفال بالذكرى 5 للتكريم الأممي لسمو أمير البلاد بتسمية سموه قائدا للعمل الإنساني والكويت مركزا للعمل الإنساني، والتي تصادف اليوم. يمكن القول أن السياسة الهادئة والمتوازنة والمرنة والمستقلة لسمو الأمير جعلت الدول تلجأ في بعض الأزمات إلى طلب الوساطة من الكويت أو التدخل لحل تلك الأزمات، وبالفعل تمكن سموه بمواقفه المعتدلة ودوره في حل كثير من الوساطات وبمساعيه الحميدة من التوصل لحلول عادلة للكثير من الأزمات العربية والإقليمية والدولية. يعني الكويت سميت بصمام الأمان لحل العديد من الخلافات والمشاكل. اليوم السياسة التي انتهجتها الكويت بما سمي بالسياسة الناعمة ولدت احترام المجتمع الدولي والأسرة الدولية للكويت، كيف تعلق على هذه النقطة؟ طبعا هو خطان متوازيان، العمل الخيري والدبلوماسية العربية ووضع والدبلوماسية الخليجية والعربية، ودائما ما تكون الكويت هي الكونكشن ومحل الوساطة ما بين الدول. هو بلا شك يعني منذ أن تولى صاحب السمو وقبل ذلك أيضا الكويت لها تاريخ حافل بالوساطة وحل النزاعات الدولية. الكويت يعني منذ أن نشأت ومنذ أن يعني أسست في عهد الشيخ مبارك الخبير في عام 1896 كانت دائما حاضرة في حل النزاعات.
الكويت كانت لها الكثير من المعاهدات التي تبنتها، وهي يعني الكثير من المعاهدات ما بين الدولة العثمانية وشبه الجزيرة العربية. يعني المعاهدة ما بين الملك عبد العزيز وبريطانيا كانت في دولة الكويت. يعني كل تلك الأمور تؤكد مكان دولة الكويت في هذا، في مثل هذه الظروف ومثل هذه يعني النزاعات ما بين الدول، خصوصا أن صاحب السمو الأمير منذ أن تولى منصب وزارة الخارجية في عام 1963 يعني استلم هذا الملف وكان هو أهلا له. الكويت يعني حضنت الكثير من المؤتمرات التي كانت يعني باكوراتها أو كانت نتائجها عفوا هي هو يعني رأب الصدع ما بين الدول. صاحب السمو تولى قضية الحرب اللبنانية وتبنى مؤتمر الكويت 1979 و1989 المختص في توحيد اليمن، بالإضافة إلى كثير من المؤتمرات التي تبنتها دولة الكويت وتبناها صاحب السمو تحديدا في رب الصدع ما بين الدول أو مشاكلها الداخلية. نعم. في خبر آخر، صحيفة القبس كتبت أنه بمناسبة مرور الذكرى 5 على تكريم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتسمية سموه قائدا للعمل الإنساني واختيار دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني، تطلق إذاعة وتلفزيون الكويت اليوم عدة برامج تسجيلية على الهواء لإبراز هذه الذكرى وتسليط الضوء على المحطات المهمة على الأصعدة الخيرية والإنسانية التي قامت بها الكويت ودور صاحب السمو في هذا النطاق وإرساء مفاهيم الإنسانية والتعايش. إذا ما تحدثنا عن تاريخ دولة الكويت فيما يتعلق بالعمل الإنساني، لم تدخر جهدا في يعني العمل الإنساني في كل المناطق المنكوبة، أيضا لم تركز على العرق والدين وإلى آخره. إلى أي مدى ساهم هذا التاريخ بالفعل في التخفيف على الشعوب المنكوبة؟ كنا قد تحدثنا قبل قليل عن الكويت أنها قامت بتنظيم 3 مؤتمرات من بينها خاص في سوريا وأيضا العراق، وأيضا شاركت في مؤتمرات أخرى أيضا للعمل الإنساني. نعم، الكويت وصلت يعني مساعداتها إلى شتى دول العالم. أنا أستذكر زيارة لنا وكنا وفد إلى قرقيز أو قرقيزستان، يعني جامعة قرقيزستان هي جامعة جاءت بأيدي كويتية وبمنحة كويتية. هناك أكبر الجامعات المختصة في الآداب وهي في أوزباكستان وأذربيجان على ما أعتقد. لذلك كل تلك الدول وصلت لها المساعدات الكويتية وكانت موجودة ومتواجدة من خلال نهض بالشعوب. الكويت أيضا وصلت إلى كما ذكرت يعني حرب الشيشان في عام 94 وحرب البوسنة والهرسك، كان الكويت مساعدات يعني أعلنتها مثل هذه الدول، بل وشيدت جامعات باسم دولة الكويت، وهذا دليل على مكانة دولة الكويت ومساهماتها. الكويت لم تقتصر أيضا على المساعدات فيما يخص الشق الإسلامي أو الشق العربي فقط، بل طال الأمد أن يكون هناك ديانات أخرى يكون الكويت مساهمة فيها، كما هو في جنوب أفريقيا على سبيل المثال. هناك الكثير من جامعات التي بنتها الكويت لدول لا ليست يعني مسلمة، ولكن هو يأتي في سياق وتحت مظلة العمل الإنساني والعمل الخيري. نعم، أيضا دعنا نتحدث أيضا عن جوانب أخرى. يعني كان للكويت دور أيضا في مساعدتها في مجال العمل الإنساني، قضية الروهينجيا. نتحدث عن القضية الفلسطينية، أيضا كان لها دور كبير أيضا في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في الفترة، خاصة في الفترة الأخيرة. نعم، منظمة التحرير الفلسطينية منذ أن أنشأت إلى يعني ما قبل الغزو الكويتي كانت مقرها الكويت. كان الفلسطينيين يعني ولا زالوا يتعلم الكثير منهم ويعطون منح من ضمن دولة الكويت. دولة الكويت يعني ما يقارب 10,000 طالب على مستوى العالم، هي منح كويتية للطلاب المتفوقين على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى. لذلك كل تلك الأمور تؤكد متانة دولة الكويت وتؤكد أن دولة الكويت لها تاريخ في العمل الإنساني والعمل الخيري. نعم. عنوان آخر في صحيفة الكويتية، محافظ العاصمة أمير الإنسانية وضع الكويت على منصات الفخر والتتويج. وأيضا نقرأ في صحيفة الكويت تايمز هذا المنشط، تحتفل الكويت بالذكرى السنوية 5 لتسمية أمير الإنسانية من قبل الأمم المتحدة، والكويت تواصل أنشطتها الخيرية المتنامية. نقرأ أيضا هذا العنوان في صحيفة عرب تايمز، الكويت تحتفل بالعنوان الإنساني، الأمم المتحدة تشيد بالدور الكويتي. إلى مقال اليوم.
مقال اليوم من صحيفة النهار تحت عنوان هنيئا للعالم بقائد الإنسانية للكاتب يوسف حجي، والذي قال أن هذا اللقب لم يمنح ويزكى له لسمو الأمير إلا بعد جهد وعمل على مستوى سنوات من العمل الإنساني، ولا يزال سموه يكمل مسيرته الإنسانية مع كل دول العالم، ولم يكن هذا اللقب فقط لسموه ولكنه كان للكويت وأهلها جميعا. هذا اللقب أعطى صورة مشرقة للكويت ويفتخر به كل كويتي يحب بلده، فقد غير صورة الكويت عالميا بالعمل الإنساني الذي امتد إلى كل مكان في العالم. وأضاف الكاتب أن يوم 9 سبتمبر يجب ألا يمر مرور الكرام، فلا بد من الاحتفال بهذا اليوم وأن تحيي مؤسسات الدولة هذه المناسبة الكريمة، فسموه سيظل قائدا للعمل الإنساني طول العمر ولم يتوقف عن مساعيه الإنسانية. والعمل الإنساني ليس فقط بإعطاء ومساعدة المحتاج، ولكن الدور الحيوي الذي يقوم به سموه بنزع فتيل أي أزمة تحدث بين الأشقاء والإخوة. ومساعي سموه إلى وحدة الصف الخليجي والعربي وحتى الدولي لنشر السلام والمحبة بين دول العالم جميعا. وإلى أي مدى تتفق مع رأي الكاتب بأن هذه المناسبة يجب أن لا تمر مرور الكرام ويجب على المؤسسات الرسمية والحكومية الاحتفال بها؟ أنا أتمنى وأتفق مع الزميل يوسف حجي فيما يخص مثل هذا التوجه. لابد أن يكون للمؤسسات الدولة احتفال، لابد أن نرى ملامح ونرى تأكيد مؤسسات الدولة في مثل هذه المناسبة. هذه المناسبة ليست ببسيطة، هي أتت من أعلى منصة أممية في العالم تحت مظلة أكبر مؤسسة في العالم، وهو تأكيد على دور الكويت وتأكيد على واصل دولة الكويت في العمل الخيري والإنساني. لابد المؤسسات الدولة أن يكون لها يعني شيء ملحوظ، عكس ما نراه الآن هو يعني احتفال باهت للأمانة في بعض المؤسسات. لابد أن يكون هناك احتفال رسمي، لابد أن يكون هناك رفع للعلم، لابد أن نفتخر نحن الكويتيين ونفتخر دولة الكويت في أميرها وفي عطائها. لابد أن يكون هناك رزنامة على الأقل، لابد أن يكون هناك احتفال ورقي في يوم في هذا اليوم 9 سبتمبر. لابد أن تكون مراسلات ما بين الجهات الحكومية يعني تحت شعار الكويت بلد العمل الإنساني وصاحب السمو قائد الإنسانية. لابد مثل هذه الأمور أن 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 تكون متواجدة وموجودة حتى يعرف الأجيال المقبلة والأجيال القادمة ماذا كانت الكويت في عهد الأمير صباح الأحمد. لابد أن نعرف ونستذكر مثل هذه المواقف ونؤكد ونعزز مكانة الكويت في العمل الإنساني. نعم، وبالتالي يعني اليوم من هي الجهة المسؤولة أو المعنية بتنظيم هذه الاحتفاليات أو هذا الاحتفال أو الاحتفال بهذه المناسبة بشكل رسمي من وجهة نظرك؟ بشكل رسمي لابد من مجلس الوزراء أن يعمم على جميع الوزارات وهيئات والمؤسسات الحكومية أن يكون لها دور فعال في مثل هذا اليوم. لابد أن يكون هناك يعني رفع للعلم، لابد أن يكون هناك احتفالية رمزية لكل وزارة، سواء في 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 وضع يعني بروشر معين، في وضع يافطة معينة تدل على أن دولة الكويت يعني بلد العمل الإنساني. لابد أن يرفع العلم في ساحة العلم ونؤكد أن دولة الكويت دائما ما تكون موازرة العمل الإنساني. نعم، وفيما يتعلق أيضا بالتسليط الإعلامي حول هذه المناسبة. نعم، التسليط الإعلامي يعني بلا شك نحن الآن في برنامج يعني يتكلم ويختص في مثل هذا الأمر، وهذا دلالة على مكانة يعني وزارة الإعلام واهتمام وزارة الإعلام. نعم، في مثل هذا الأمر. ونحن مش ولكن هناك مؤسسات دولة لابد أن تكون متضامنة مع وزارة الإعلام، وهذا ما قصدته. نعم، ننتقل الآن مشاهدينا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. كاريكاتير اليوم اخترناه من صحيفة الأنباء بريشة الفنان أو رسام الكاريكاتير الزميل محمد ثلاب، ولك التعليق. هي معبرة يعني تؤكد أن الشعوب يعني المرهقة والمنكوبة من خلال يعني الأيادي التي المجروحة يعني تضع علامة القلب أو قلب الحب على صاحب السمو الأمير وقائد العمل الإنساني، وتؤكد متانة صاحب السمو وصورة صاحب السمو في قلوب ويعني في أعين الدول المنكوبة والشعوب يعني المأثورة. نعم، وتؤكد أيضا على تجديد حضرة صاحب السمو دائما للسير على نهج العمل الإنساني الذي لا يقف عند عرق أو يقف عند دين. نعم، وكما تحدثنا بأن الكويت تمد يد الخير إلى كل أصقاع العالم بغض النظر عن أي توجه أو دين أو عرق كما تحدثنا. نعم صحيح. إذن مشاهدينا بهذا الكاريكاتير وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من منشط الصحافة. أشكر ضيفي الصحفي البرلماني رشيد الفام على تواجده معنا، وأشكركم على طيب المتابعة.
إلى اللقاء.